يعني أنا طبعا سعيدة جدا جدا إن الدور ده عمل عند الناس أثر، لأن كان قبل الأسطورة كان في مثلا 3 4 5 سنين كلها إساءة للأم. يعني كانت الأم بتطلع بشكل يا إما أم مش كويسة، يا إما الولاد بيقلوا أدبهم مع الأم، يا إما بيشتموا بعضهم بالأم، والمقصود هي الأم. الأم بمعنى إيه؟ الأم بمعنى بالنسبة للطفل أول كلمة بيقولها بيقول ماما. أنا مثلا وأنا صغيرة كلنا أما حد أخاف أقول يا ماما، يعني أول كلمة تيجي على دماغك هي الأم. الأم دي هي كيان الشخص، كيان المجتمع، اللي هي لها قداسة ولها احترام، وهي اللي حامي، وهي اللي تقدر تحتضني.